الهموم التي تعتري الإنسان فضيلة الشيخ ويصبر عليها، هل يؤجر عليها؟ وهل تكون من الذي يكون صابرا على هذه الهموم؟ الله جل وعلا قال: وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يصبر على ما يصيبه احتسابا لوجه الله فإن له الأجر العظيم والثواب الكبير. والصبر تكرر في القرآن في مواضع كثيرة لأهميته. نعم.